السلام عليكم يا غوالي، والصلاة والسلام على رسول الله. كنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال يا رب. كرحب بكم من جديد على القناة، مرحبا بكم، نورتوا القناة. فيديو اليوم عبارة عن هذه الخلطة الصابونية أو تبريمة جد رائعة بمواد متوفرة بكل بيت. طبعا راه مازال ما نشفاتش مزيان، يعني ما جفاتش، فكتكون على شكل كريم لأن يلا صوبتها معاكم. فباش عرفوا الطريقة باش صوبتها وعطاتني بياض جد رائع يا البنات، وفعلا راه كتبيض اليدين درجتين من أول استعمال، وزوينة بزاف خصوصا للعرائس وأي إنسان تعرض لأشعة الشمس، فهي راها زوينة زوينة بزاف وكتعطي نتائج مرضية. فخليكم معايا باش تشوفوا معايا كل الخطوات. أول حاجة يا البنات غادي ناخد الصابونة، انا كنستعمل دائما في هذه الوصفه كنستعمل فيها صابونه دوف، بامكانكم تستعملوها يعني تستبدلوها عفوا باي صابونه. كنحكها في هذه البلاصه اللي كتكون رقيقه بزاف، فهاد الوصفه هي المعتمده عندي البنات سنين وسنين. دابا نقول لكم شي 7 سنوات تقريبا، 7 سنوات وانا كنستعمل نفس هاد الوصفه، زوينه بزاف لان فعلا كاينين عريسات طلبوني على الوصفه، ان شاء الله عرسهم قرب فمبروك ليهم. فرح كل بنت يا ربي بنصيبها، وكل متزوجه الله يرزقها بالذريه الصالحه، لان بزاف ديال البنات كيجيو وكيقولوا لنا ادعيوا معنا بالذريه الصالحه في التعليقات، وكل ام الله يفرحها بوليداتها يا ربي. انا غنحك كل هاد الصابونه ثم غادي نرجع معكم. استعملت يا البنات نصف الصابونه فقط، ها هي فغتكفيني انا في العلبه فاش غادي نحطها. بالنسبه للمكون الاخر اللي معانا، عندي الغسول الابيض او ما يسمى بالارجيل الابيض في بعض البلدان، ما عرفتش شنو مكتوبه، المهم الارجيل كانت مكتوبه انا فشي بلاصه ما عرفت فين هي. المهم الغسول الابيض، الا ما موجودش عندكم هذا النوع بامكانكم تاخذوا اي علبه اخرى، وكذلك راه غادي تلقاوه يا البنات عند العطار، راه موجود عند العطار، غيقولوا ليه الغسول الابيض، كيكون على شكل حبيبات صغيره، تجيبوه نتوما وطحنوه او تقولوا ليه يطحنوا ليكم. نصف صابونه غادي نضيف عليها جوج ديال الملاعق صغار من الغسول الابيض. هاد الوصفه يا البنات دائما ملي كتكمل ليا كنعاود عاوتاني نصاوبها، لانها فعلا جد رائعه وكتبيض كتبيض وكتحيد كل الجلد الميت وكتعطي الجسم واحد البياض جد رائع. ثم غادي نضيف ماء الورد، نمزج بعدا هاد المكونات كلها، ثم غادي نضيف ماء الورد، كتولي على شكل كريم. هاد الوصفه هادي ما غاديش تحتفظوا بها في الثلاجه، فهي راه كتولي على شكل كريم، راه زوينه زوينه بزاف بزاف وكتبيض. بامكانكم كذلك تستعملوها حتى للوجه، راه كتليق للوجه. ما تكبوش غير شويه من ماء الورد، لا غير كتروه كتر من يعني اللي كتشوفوه نتوما مناسب، لان هاد الوصفه تقريبا بعد نصف ساعه راه غادي تجمد، ما غاديش تكون بحال هكا، فغادي تجمد شويه وغتبغيو عاوتاني تضيفوا الماء، فمن الاحسن انكم تضيفوا ماء الورد من دابا، ما تخلطوهاش يا البنات بالماء فقط، خلطوها بماء الورد لان ماء الورد كيعطي كذلك واحد الرائحه زوينه بزاف، هذه كذلك تعتبر كمعطر للجسم، احسن معطر للجسم بالنسبه لي انا هي هذه الوصفه. وعطيتكم كذلك مزيل عرق طبيعي رائع 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 جدا بالنسبه للبنات اللي عندهم المشكله ديال التعرق الزائد، وكذلك اللي عندهم انهم يعني العرق كيسبب لهم احراج وهكذا، راه عطيتكم واحد الوصفه زوينه بزاف وغير مضره. المهم هذا هو الخليط بعد ما مزجته جيدا، الان غادي نوضعه. المهم غادي نحاول انني ندوب هاد القطع ديال الصابون اكثر، ما كنطيبش يا البنات هاد الوصفه، وكنصحكم كاع ما تدوزوها من على النار ابدا ابدا. تبغيو ان هاد الجزيئات كله ديال الصابون او هاد الصابون اللي حكيناه انه يولي مندمج، تمشيو وتقولوا لا خصنا ندوزوه فوق النار، ما كنصحكمش اي نوع من الصابون طيبوه فوق النار، ضيفوا ليه ماء ساخن ماء فاتر ماء، ولكن انكم تمشيو تاخذوا واحد الصابون هو اصلا كله مواد كيميائيه وتمشيو عاوتاني تضيفوها
او تحطوها عفوا على النار، راكم ما غاديش تعرفوا مازال ديك الخلطه واش غادي تضركم، ما تعرفوين اضرار غادي تسبب لكم مستقبلا. هكا حاجه امنه وحاجه يعني ما كتفاعلش، فعرفوا دائما انه الحاجات بزاف اللي كتفاعل الحاجات اللي فيهم فيتامين اي، فيتامين اي وفيتامين سي هما اللي كيتفاعلوا ويمكن يعطيونا مفعول عكسي. فانا هاد الوصفه هادي البنات كنحتفظ بها في علب، هكا بامكانكم الى متوفر عندكم اي علبه زجاجيه تستعملوها، ولكن انا كنحتفظ بها بحال هاد العلب هادو، ممكن تبقى عندي مده طويله. وبالنسبه لطريقه الاستعمال فانا غندوب ونهضر معكم ونعطيكم المعلومات. بالنسبه لطريقه الاستعمال غادي تستعملوها يا البنات دائما قبل الاستحمام، تضعوها للوجه لليدين، راها واعره واعره والنتيجه غادي تشوفوا نتيجه فوريه. اصلا انا راني غادي نجربها معكم الان باش تشوفوا معايا النتيجه، لانها فعلا فعلا رائعه جدا وكتعطي البنات واحد البياض، راه في البلاصه في البلاصه غتحسوا بجوج ديال الدرجات في البلاصه في البلاصه هذه كتليق فعلا للعرائس، زوينه زوينه بزاف بزاف، راها خيال خيال يعني كتعطي واحد البياض واحد البياض للوجه للرقبه، خصوصا يعني الى العروس غتكون هكا في جلسه نسائيه وغيبان العنق ديالها وتبغي اللون ديال الوجه يكون موحد مع العنق، كنصحك بهذه الوصفه راها زوينه زوينه بزاف، وكذلك للجسم راها كتوحد لون الجسم. المهم غادي نخليها واحد شويه ثم غادي نرجع معكم باش تشوفوا معايا النتيجه ديالها. هيا يدي البنات بعد ما غسلتها هي راه باقه بالما ديالها، باش ما تقولوش راني مشيت استعملت شي مستحضر تجميل باش ندير تبييض لليد. شوفوا معايا راه باين الفرق، باين باين معايا هاد اليد بيضة على هادي، طبعا غنستعمل الوصفة على هادي كذلك باش ما نديرش واحد اليد كل يد فلون. زوينة بزاف، كنتمنى فعلا انكم تجربوها لان نتائجها جد رائعة. و عندكم اي تساؤل او اي اقتراح او ما فهمتوا اي حاجة مستعدة نعودها معكم بالفيديوهات القادمة، ما كاين حتى مشكل، اهم حاجة انكم تستافدوا وتعجبكم الوصفه وتلقاو عليها نتائج مرضيه. وكذلك ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتعليقاتكم الاكثر من رائعه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع.